أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة. نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران، والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب، والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته، ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد، والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق، والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة: استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما. وأذكر أيضا الحديث الشريف: من آذى ذميا فليس منا، العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض، يتولاه ولي الأمر ويرعاه. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول: وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38، كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما، لم يجلس على كرسيه. فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص، بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية.